ممكن تعرفنا المنطقة هنا اسمها ايه؟ منطقة الجزيرة بالمرج. والله الزبالة هنا في كل الشوارع وفي كل المنطقة، لأن ما فيش حد بيجي يشيل زبالة من هنا، وما فيش مقلب زبالة الناس ترمي فيه، وما فيش صناديق ولا في عربيات ولا في حد مهتم بالحكاية دي خالص. وبعدين قدام منك المسجد اهو، قدام منك المسجد، أنا أمام المسجد دوت، قدام منك الزبالة زي ما أنت شايف كده، والعربجية بيجوا يجيبوا الزبالة يرموها قدام مننا زي ما أنت شايف كده تشولها هيت، لو أنت سيادتك تصورها يعني، واخد بالك. وبعدين دي طبعا بتعمل أوبئة للأطفال، الأطفال بيلعبوا فيها وبيجيلهم أمراض جلدية وبيجيلهم أمراض صدرية من الزبالة. وبعدين كل واحد بيلاقي زبالة قدام بيته ويولع فيها، الدخانة بتطلع ريحتها استغفر الله العظيم يا رب قبر مفتوح، وبتضر الناس طبعا وبتضايق الناس، في ناس عندها سترات عيبة، في ناس كده، في ناس كده بتتعب من الحكاية دي. فاحنا بنرجو من المسؤولين ان هم يهتموا بالحكاية دي شوية، لأن احنا بشر وبني آدمين برضه يعني، ما احناش يعني زي ما بينظفوا المناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والبتاع والأماكن ديت، ما احنا برضه بني آدمين زي بتوع الناس دي برضه، مش احنا بني آدمين زيهم ولا إيه؟ طب يهتموا بينا شوية يا عم الحاج، لان احنا قدمنا كتير واتكلمنا كتير، وبيجوا مسؤولين هنا بتوع اللي هم بتوع مقلب الزباله دول بيجوا بالعربيات وبنقف نتكلم معاهم، ومحدش بيسال فينا، محدش سال فينا خالص. ايه السبب ان هم ما بيردوش عليكم ولا اهمال؟ ايه السبب اهمال؟ احنا مش بني ادمين، احنا مش عاملنا بني ادمين، احنا ما بيعاملناش معامله بني ادمين، احنا بيعاملونا عامله بني ادمين، ضرايب، تعتبر ضرايب احنا قاعدين فيها. بقالنا دلوقتي 20 سنه قاعدين في المنطقه هنا، كل اللي يجي من عزبه من جوه يرمي الزباله، لا اما هنا لا اما الناحيه دي، لا اما يرميها في اي حته ويمشي، تندع عليه يا استاذ يا مدام يا انسه، مفيش حد يرد، يكوموا الزباله، نيجي نولع في يولعوا في الزباله، الدخان كله يطلع علينا، وحمات ساكنه في اخر دور الدخان كله يجي عليها، وهي عندها القلب مش قادره، عيالنا بيعيوا بسبب الدخان دوت. بره كان في مقلب زباله وحط عاملين مقلب حته ارض كبيره، عاملين مقلب زباله، انتوا بترموا زباله هنا ليه؟ يقول لك احنا مأجرين الارض من صاحب الارض لمده سنه، الحي هو اللي مأجرها. طب حي ايه ده؟ ما ينفعش هنا في اطفال، ما ينفعش ريحه الزباله، ريحه الزباله الواحد ما يطقهاش، الواحد اصلا ما يطقهاش ريحه الزباله دي، الواحد ما يطقهاش. طب ما ترموش هنا، وجوزي راح اتخانق معاهم قبل كده واتخانق مع صاحب الارض، ولا 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 في دماغهم، يقول لك مالكش دعوه، انت قاعد قدمنا شكوى في الحي، صح سكان المنطقه هنا قدموا شكوى في الحي، وقالوا ده الحي عامل مأجرها من صحابات الارض، الحي مأجرها من صحابات الارض. اواجه رساله من المسؤولين اللي هو وزير النظافه يجي يبص علينا، يحطنا شويه في تحت النظر، بلاش ان هم ناسينا خالص، والزباله المرميه عند الجامع، والزباله مرميه، والزباله بتترمي قدام البيوت. مفيش زبال بيجي منكم؟ مفيش زبال، في وصل النور بيجي عليه النظافه، بيجي علينا نظافة، مفيش حد بيجي ياخد زبالة، حتى اللي هم بيقولوا مثلا ايه بينقبض مثلا من الحي، الزبالة مش زبالة زبالة، طب الزبالة خدها، يقول لك لا احدف لي فلوس. ايه نظافة محطوطة على الوصل، وايه ما يجوش ياخدوا الزبالة؟ احنا بنقول لازم شوية يحطون ينزلونا شوية، يعني يجي يبصوا على المناظر الحلوة دي، المناظر دي كده ما تنفعش، ان الزبالة تترمي قدام جامع، وزبالة تترمي قدام بيوت، وعندنا اطفال بتاعية، يعني احنا هنجيب منين فلوس كل شويه نكشف على اطفالنا؟ هنجيب منين فلوس نكشف كل شويه على اطفالنا؟ وهنجيب منين فلوس ان احنا ندي للزبال؟ كفايه اللي بندفعه في النور والميه والايجارات، كفايه الاستهلاكات دي كلها. الايجار دلوقتي وصل ل 500-600 جنيه، جوازتنا ارزقيه، هنعمل نجيب منين؟ هنجيب منين احنا؟ عشان ندفع كمان للزبال. كان زمان في رشاح بره يرموا فيه الزباله، اتردم. المفروض كانوا يحطوا صناديق كده يرموا فيها الزباله، بقى يحطوا ويكوموا اكتر، دلوقتي يرموا عند البيوت. انا واحده من الناس ساكنه في دني دور، الناس تكوم الزباله نيجي نولع، طبعا الدخان بيخش عندنا، انا عيلة عندهم حساسه على صدرهم، وعطوا لي الدبان والقرف، وبنجيب رش وبنجيب ده وده، ما فيش اي حاجه قطع ولا نفع، وعطوا لي عيني عيانين. والزباله والمفروض في وصل النور ده جاي نظافه، فين بتوع النظافه بيجي ياخدوا الزباله؟ بياخدوا فلوسه بس؟ فعايزين حد بقى يجي يشوف الزباله دي، يجي يشوف الحته اللي احنا عايشين فيها دي، يشيلوا الزباله، يا حد يجي من الحكومه كده. شايفه تقسيم المواطنين دلوقتي ولا هم مسؤولين؟ لا هم الاثنين طبعا. يعني الناس من جوه ساكنه جوه اخر الدنيا، بدل ما حد يجي ياخد زباله ياخدها بيجي يرموها عندنا تحت البيت، يرموها في اي شارع وبيمشوا. وبره على الشارع الزباله متكومه قد كده. فين اخر النهار نزلك تاخدها؟
وطبعا في بقى خرفان وبهايم وكده، طبعا كل ده طلع مقرف. فين دور المسؤولين هنا بسبب؟ لا مفيش حد، مفيش حد هنا مسؤول. قدمت شكوى قبل كده لحد المسؤولين؟ لا انا صراحه ما قدمتش قبل كده. يعني يجي يشوفوا المكان اللي احنا عايشين فيه، يشوفوا العيال الاطفال ديت، يشوفونا يعني. يعني يجي الشتاء دلوقتي علينا على طول عيانين، على طول على طول. من الريحه كفايه الريحه بس. الجزيره من فرع من محمد نجيب المرج. اتكلمنا عن مشكله الزباله. مشكله الزباله، الزباله موجوده المفروض ان هو في صناديق، بس ما جت قعدت شهر واتشالت، وبعدين كانوا عاملين مقلب زباله هنا، بعدين الناس اشتكت وبتاع، واتغير الراجل بتاع الحي تقريبا، ما بقاش يرموا زباله هنا، بس الناس بقت ترمي على الشارع، وعربيات بتيجي كل يوم الصبح تشيلها. ولا حتى في يعني لو بره في صناديق كمان ماشي، لكن بره ما بقاش في صناديق. ممكن يكون في صناديق بعيد، بس في المنطقه دي ما فيش. طب بتحب توجه لهم رساله بتوع الحي تقول لهم بالنسبه لانتشار الزباله والمنظر نفسه؟ لو العربيه تبقى عربيه صغيره كده تخش عند البيوت والناس ترمي فيها الزباله، احسن ما الناس تنزل من بيوتها وتخرج على الشارع وترميها. يعني في ناس جوه ممكن ما بيلحقوش. هو المسؤول لو المواطنين، لو ممكن لو هم هيخرجوا يرموها بره ماشي، لكن المواطنين بيستسهلوا ومرمينها في قدام بيوت الناس وعادي. فده برضو ممكن تكون مشكله من المسؤول ان هو ما بيوصل لهمش حاجه لجوه. يعني هو السبب بتاع الزباله ان ممكن نقول ان سببين، ما فيش صناديق، والسبب التاني برضو ان الناس لسه ما وصلهاش فكر ان الزباله دي بتاذي غيره. زي ما حضرتك شايف كده، في هنا وفي بره برضو. فلو مشيت كمان تاني هتلاقي ان في زباله ما فيش حد بيلمها. في ناس بتيجي باشتراك بيبقى ب 15 جنيه في الشهر، بس مش كل الناس بتشترك. يقول لك انا اشترك ليه؟ مرمي في الشارع. وفي برضو العربي، الناس بتوع الاشتراك دول كانوا بيجوا مرة وبيرموا، يعني بياخدوا من البيت وبيرمي في المقلب. المقلب على بعد بيتين من هنا، أرض الحي مأجرها، دي ريحتها فظيعة. لا ما هو مش هقول لك مثلا الناس دراها وجعها بسبب الزبالة. في ناس، في طبعا بتسبب ان انت بيبقى عندك دبان ماشي بيبقى فيه ريحة وحشة، شكل حتى وحش. فما فيش فرق بين هنا والمناطق التانية، غير ان ما فيش اهتمام زي المناطق التانية. انت لو نزلت حتة نظيفة برضه هتلاقي ان في ناس بترمي، بس الفرق ان في اهتمام، في صناديق، في ناس بتيجي تلم الزبالة مرتين او ثلاثة في اليوم. قدمت شكوى قبل كده لحد المسؤولين؟ ما قدمنا، بس بعد كده وصلنا لمرحلة ان احنا ما بقناش نقدم، عشان ما بقاش في حد بيسمع اصلا. ما فيش حاجة اتغيرت. تحب توجه لهم رسالة تقول لهم ايه؟ ان اهتموا بالمنطقة دي شوية، عشان في برضه ناس عايشة هنا. مش معنى ان دي منطقه محذوفه شويه ان ما فيهاش ناس كويسه ناس نظيفه، لا، في ناس كتير بتشتغل مناصب. انا في واحد صاحبي باباه مشغل في بنك، احنا كلنا بنروح الجامعات، بننزل مناطق كويسه، فنفسنا ان احنا هنا يبقى زي بره يعني.